السلام عليكم. يلا اضغط على الشاشة يا جربوع يا ابن الجربوع. ايه يا ابراهيم، ايه يا ابراهيم، ايه يا ابراهيم، في حد يقول للناس اللي عنده جربوع يا جربوع يا ابن الجربوع اضغط على الشاشة. يا ابراهيم؟ ما هو كده ما حدش هيدوس لك على الشاشه يا ابراهيم، ايه اللي بتعمله ده؟ انتوا قاعدين عالة وخلاص مفيش منكم فايدة ابدا. ابراهيم معصب شكله اليوم. ده كذا، ده اكتر من 4 جولات يخسروني بسبب عدم التجبيس. ليه وانت عايزهم يكسبوك ولا يا ابراهيم؟ يا ابراهيم ما تتعبنيش يا ابراهيم. طب جرب احكي لهم كلمة تانية غير جربوع يمكن تمشي. جرب احكي لهم يا حلوين يا كتاكيت يا قطايط يا مهضومين. صح يا ابراهيم، اسمع كلام، يعني اي اسم تاني يعني مش جربوع. لا مش جربوع عادي، ده جربوع ابن جربوع. عيب يا ابراهيم، مش كده؟ اضغط على الشاشة يا صعلوك يا ابن الصعلوك. اه كده ماشي يعني. صعلوك، صعلوك يا ابراهيم، صعلوك يا ابراهيم، بقول لك غير جربوع تقول له صعلوك. هتموتنا بدري يا ابراهيم، ولا في حد يقول الفانز بتوعه اللي بيتابعوه في صعلوك ده، انت اللي صعلوك والله. يا روحي خد القصيرة وضمها وسيب الطويلة تمسح السقف لأمها. احنا اي حاجه والله يا بنتي، احنا مش بنتبطر يعني، احنا لاقين. عمر أنا بكلمك، بصلي حتى لو كنت غلطانة مش أنا خالص اللي أتعامل بالأسلوب ده، عصبية وزعيق وجرجرة قدام الناس. أنا مش واحدة من الزبالة اللي أنت تعرفه. خلاص بقى، روحني يا عمر، قولي بداية. روحني يا عمر دلوقتي حالا. لو ليه ما بقول لك قولي بداية، انت ما تسمعيش. مش هتروحني؟ اوكي انا هروح لوحدي. ما تقولي بداية، روح لوحدك، حد هيبص لك يعني؟ سيبني يا عمر، انت هتبرشم عليا ولا ايه وانا ماسكك؟ سيبني يا عمر. يا ولية سيبك من المحن ده، مش هصالحك، هو انا ماسكك؟ ما تقولي بداية. حرام عليك، طب اقول لها ايه دي؟ طيب حرام عليك، حرمت عليك عيشتك والله، كان يوم اكبر يوم ما عرفتك. ده ايه ده؟ هو قعدت تقول له لا للرضاعة ولا للبتاع، هو شكلها هتتحلى، شكلها في رجالة هي اللي هترضع، ما هي ما جاتش على الرضاعة أصلا. خنزاتي أهلا. اسمعوا بقى الكلمتين دول، الفيديو ده للمتنمرين. أيوة اللي هو إحنا يعني أموري متنمرين، بس انتوا لو ما تنمرتوش هدور عليكم واشوفكم فين عشان تتنمروا عليا. إحنا موجودين أهو على طول، هنروح فين؟ بتوحشوني، بس تنمروا بأدب، بأدب يا خنزاتي مش بقلة أدب. بمنتهى الأدب، ده شعارنا هو الأدب. النهارده هاكل معاكم بس بوسة. هتاكلي ايه يا اختي؟ بس بوسة، بس بوسة، بوسة، بوسة. لا والله انا شايف ان انت تاكلي حته لحم احسن يعني، ترمي بيها عظمك، ما بلاش محنه بت، بلاش مش لايقه بت عليك يا بت. زمان كان في مثل بيقول لك ما تخافش من الهبله وخاف من خلفتها، اهي دي الهبله وده خلفتها. اقسم بالله انا لو برقص ومطلعه حاجتي بره لكات الصفحه تبقى عليا كده. استهدي بالله، اوعي تطلعي حاجتك بره، ما مالكيش دعوه بحد، ما تبصش لحد. كومنتات ولايكات وكل حاجه، لكن انا لا يمكن اقلع ولا يمكن اعمل كده. جدع، مالكيش دعوه انت من اللي مطلعين حاجاتهم بره، دول ناس وحشين. عارفه ان انتوا بتحبوا قله الادب. لا احنا بنحب قله الادب اه، بس ما بنغصبش حد يعني، اللي مطلع حاجته بره بيطلع، عايزه تطلعي براحتك، احنا مش هنغصبك. لما حاجه تقع مننا ما نوطيش كده، غلط، ودي طريقه تانية ان احنا ما ينفعش نوطي بيها، ودي كمان غلط، ودي كمان طريقه غلط ان احنا نوطي بيها، دي ما ينفعش. ينفعش دي كمان طريقة نوطي بيها كده، ظهر ممشوق، مفروض ننزل مرة واحدة ناخد الحاجة ونطلع تاني، ودي الطريقة الصح. دي الطريقة دي حلوة قوي، يا رب انا عيان والله. انزل بالنهار مش سايبني في حالي، انزل بالليل برضو مش سايبني في حالي. معلش، هو بوليس الاداب شادد حيله اول يومين دول، انا عارف. يا تهيؤ أمرك يا فكر نهمك.
مش بقول لكم ما تقلقوش من حاجات الرضاعه دي وبتاع، احنا جايين، مش ما فيش داعي بقى للهاشتاجات والكلام الفاضي، جايين جايين احنا، الحقوا انتوا بس ربوا دقنكم. انا يحبني، بحبك يا قلبي، وانا كمان يا قلبي، وانا كمان يا قلبي، بحبك 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 بحبك. انا شايف ان كده عظمه قوي، واسيبكم على الفيديو الايجابي، ولو عجبك الفيديو دوس لايك، ما عجبكش اما تدوس عشان انا عيان، وسلام. انت ما بينك وبين الحب دنيا، دنيا دنيا ما تطولها ولا حتى في خيالك، اما نفس الحب عندي حاجة تانية، حاجة تانية، حاجة أغلى من حياتي ومن